تجددت الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس نهاية الأسبوع الماضي، وفي نفس الوقت أو يعني في نفس الفترة يوم الأحد يوم أمس انطلقت محادثات في العاصمة المصرية القاهرة من أجل التعديلات الدستورية قصد الذهاب لانتخابات التي تأجلت منذ كانون الأول ديسمبر الماضي. في نفس الوقت أيضا ستيفاني ويليامز ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا تقول طفح الكيل. نتابع هذا التقرير ثم نعود لمناقشة المشهد الليبي. شهدت العاصمة الليبية طرابلس يوم الجمعة الماضي اشتباكات مسلحة عنيفة حسب ما نقلت مصادر إعلامية محلية ودولية وأظهرته مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. الأخبار الواردة من طرابلس تتحدث عن اشتباكات وقعت بين أفراد من كتيبة النواصي وجهاز دعم الاستقرار استعملت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، ولم تصدر أي جهة حكومية بيانا حول طبيعة هذه الاشتباكات بعد. في المقابل قال سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نولاند إنه لا ينبغي أن تستمر الاشتباكات أو تتصاعد، مؤكدا أن المسؤولين عنها سيدفعون الثمن من الشعب الليبي وكذلك المجتمع الدولي. وفي نفس السياق أتى تعليق مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لشؤون ليبيا ستيفاني ويليامز قالت طفح الكيل، داعية إلى الهدوء التام وحماية المدنيين في كل مكان من ليبيا وفي كل وقت. مراقبون يرون في انهيار العملية السياسية في ليبيا نتيجة عدم إجراء الانتخابات المقررة وطرح الفصائل والكيانات الأساسية خططا متعارضة، إضافة لتعقيدات الأزمة المتعاقبة منذ 2014 وانتشار المجموعات المسلحة في كامل ليبيا، كلها عوامل لا تسمح بتهيئة مناخات صحية للوصول لحل سياسي عبر الحوار، وأن نتائج أي محادثات ستبقى منقوصة إذا لم تتبعها إجراءات على الأرض وإرادة دولية جدية وصارمة. معنا عبر سكايب من العاصمة الليبية طرابلس أستاذ الدكتور محمود الرملي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور محمود أهلا بك. تحياتي إليك، لا أستمع إليك بشكل جيد. أنا أستمع بشكل جيد. أهلا أهلا، الآن أستمع إليك تمام. إذن دكتور محمود، يعني حتى تكون الصورة قريبة للمشاهد العربي، الاشتباكات التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الليبية طرابلس هي ما بين كتيبة النواصي أو هذه المجموعة المسلحة سمي نفسها النواصي ودعم الاستقرار. النواصي محسوبة على أو يعني دعنا نقول محسوبة على فتح بشاغة وساعدته في الدخول إلى العاصمة الليبية طرابلس، وأيضا لها علاقات وارتباطات بأسامة الجويلي. هل هذا هو المشهد الآن؟ أسامة الجويلي يريد أن يسترجع مكانه ونفوذه وبالتالي يحرك الأذرع العسكرية الموالية له؟ لا أعتقد بأنه أولا لن تكون، هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، أي أن هناك نعم لا شك في الخروج عن المألوف، ولكن أيضا في الواقع العملي هي أعمال شبه فردية وتكاد، ولا يمكن حكم على أنها تصورات عامة أو توجهات عامة، هي عبارة عن خلافات مشخصنة. لكن دعني أقول أيضا في المقابل أن ليبيا كلما وجدت في العاصمة إشكالية كلما وجد 100 حل لها، ولذلك تجف في منابعها، نتمنى لا تتكرر ولم تتكرر. ولكن مع هذا وذاك التشظي السياسي والإشكاليات السياسية هي الديدن الذي يرجع به. بعدين دكتور محمود في هذه النقطة دعني أتفاعل معك، تكررت في مناسبتين في أسبوع واحد تقريبا ونفس المجموعة، وربما تتكرر للثالثة لكن إنها تنتهي، فهي سريعة الاشتعال، ولكن أيضا المطافي كانت ولا تزال وستستمر موجودة، أي أن عوامل التعرية التي تحاول قدر الإمكان اصطياد الفرص أعتقد بأنها لن تفلح في هذا. من هذا وذاك نجزم بأن العملية صعبة والإشكال. أستاذ زملاء هل فقدنا الاتصال مع الدكتور محمود؟ طيب نعم انا اسمعكم بشكل جيد. جيد طيب واصل دكتور معك. انا اسمعكم بشكل جيد، نتمنى ان تسمعني. اسمعك. نعم. دكتور تفضل واصل الفكره. يعني لذلك لزاما هنا التنويه الى اهميه ان يكون هناك وضع للحل. هناك اجتماع كان في اسبانيا للترتيبات الامنيه، واجتماع عقد بتونس بحضور 5+5 او -5، وذلك بحضور المبعوثين الدوليين وبعض الدول وسفرائها،
وهو أمر كان مهم جدا. وأيضا هناك اجتماعات كثر من أجل الشق الأمني، لكن في الواقع العملي الدول تعمل فقط من أجل البيانات دون أن تجدها أيضا آلية للمساعدة الفعلية بشكل عملي. هذه المجموعات التي هي معظمها إن لم أقل جلها أو كلها هي منطوية تحت وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو رئاسة الأركان، هذه هي الحقيقة. لكن أيضا لا شك هناك خروقات، لا شك أن هناك إشكاليات. الإشكاليات كيف بدأت وكيف نضمن ألا تعود، هذا سيقتضي وجود برنامج ومشروع كامل ينهي ما يتعلق بالصراع السياسي ويؤصل إلى برنامج طيب. أمني قاتل. دكتور محمود، أذهب معك إلى المشروع وهذه الخطة الكاملة وخريطة الطريق. الآن أكثر من 6 سنوات نتحدث عن خريطة الطريق في ليبيا، هناك اجتماعات في القاهرة من أجل تعديلات دستورية والذهاب إلى انتخابات. يعني العديد من المتابعين يرون بأن هذا الاجتماع بممثليه، لأنه الاجتماع يشارك فيه من يمثل برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة، هذه الكيانات لا يمكن أن تنتج حل لأن هي جزء أصيل في المشكلة. لا أعتقد بأن الجزء في الأصيل في المشكلة هو من ينتج حل، أي أن الإشكال في ليبيا الرئيسي هو الانفصام بين الفاعلية والشرعية، أي أن من يملك توقيع لا يملك شيء على الأرض، ومن يملك شيء على الأرض لا يملك توقيع. ومن هنا لزامن التنويه إلى أهمية، هل تسمعني؟ أسمعك، تفضل. ومن هنا أهمية أن يكون هناك اجتماعات، جيدا أن تعقد اجتماعات، وكنا نتمنى أن لا تكون بمصر لأن مصر ليست طرفا محايدا، كنا ولا زلنا نتمنى أن يصل إلى نتائج، لكن أعتقد بأن البرلمان ليس جاهزا في عملية توافقات أو تنازلات من أجل ليبيا. كنا ونزلنا ونتظن أيضا أن ننشد آلية التغيير التي هي يجب أن تكون بمرجعها إلى الليبيين جميعا. يجب أن لا تجرى انتخابات لذات انتخابات بقدر ما يتم العمل للانتخابات من أجل أن يكون هناك تغيير للأفضل، حتى لا يتفاجأ الليبيون. صندوق الانتخاب ليس صندوق به كنز بقدر ما هو صندوق به أدوات يمكن استخدامها بشكل جيد ويمكن عدم استخدامها بشكل أجود. من هذه الزاوية أيضا العودة والإشكال الرئيسي مصدره المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي حقيقة أرهق الليبيين ببياناته الطنانة وأيضا بكثرة اجتماعاته بين الفينة والأخرى، حتى لا يفتأوا في توجهاته أسبوعيا أو كل أسبوعين باجتماع ما بين باريس وباليرمو وبرلين الأول والثاني وموسكو وأبوظبي والقاهرة والغردقة وأسبانيا وتونس. الجميع فرغ في محتواه بليبيا، حتى أن ليبيا أضحت وكأنها تدار من قبل سفراء. من زاوية ثانية أيضا يجب أن يعطى أيضا الحجم الفعلي، هناك أجسام أقرب إلى ما يتعلق برؤية الثورة الليبية كما هو الحال في مجلس الدولة في كثير من الرؤى، لكن أيضا في المقابل هناك تعنت من قبل مجلس النواب، وأيضا هناك أجسام فلا تآكل. فإن نتكلم على مجلس نواب ومجلس دولة ومجلس رئاسي وحكومات تتصارع تنفيذيا من أجل السلطة ليس إلا. طيب دكتور محمود، وأنت تتحدث عن الأجسام، وهذه دائما مشكلة مطروحة في ليبيا، الأجسام والشرعية، ولكن الآن هناك مشروعية. عبد الحميد الدبيبة استطاع أن على الأقل في مرحلة معينة أن يوفر لنفسه أو يجد لنفسه مظلة من المشروعية من خلال الإنجاز ومن خلال الفعل السياسي. في المقابل فتحي بشاغة المعين يبحث عن مشروعية ولكنه لم يجدها لحد الآن رغم تعيينه من البرلمان. أمام هذه الأسماء المتنافرة والمتصارعة والتي لا تملك شرعية، يعني كيف يمكن الذهاب إلى حل سياسي؟ لا توجد أي أرضية أي منصة له. سيكون مهمنا التنويه إلى أهمية التفريق ما بين الشرعية والمشروعية. جيد. أي أن الشرعية هي أن يكون مصدر هذه السلطات هو الشعب، ولا أعتقد أن هناك أجساما حاليا لم تتآكل في ليبيا سواء برلمانا ومجلس دولة ومجلس رئاسي وحكومات تصارعت أو تتصارع، وهو أمر حقيقة غاية في التعقيد والصعوبة، خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية وعدم قدرتها على الفصل أو رغبة البعض بعدم قدرتها على الفصل كما هو الحال بمجلس النواب. وأما بالنسبة للمشروعية، إن كثير من الأعمال التي تقوم بها بعض الأجسام هي أعمال غير مشروعة، أي أنها غير مقننة ولا تخضع لقواعد أو قوالب قانونية، في حين أنه أيضا الحلول السياسية في ليبيا لم يكتب لها النجاح لأن المجتمع الدولي تدخل حتى أذنيه من أجل القضية الليبية دون أن يتجه إلى الحل، أي أنه يريدها أن تسير بخطوط متوازية لا تلتقي إلى يوم القيامة، لا يريد الحل، ولذلك تتكور وتتكوم دون كثرة الثلج دون أن تجد حلاً.
تعاقب 7 مبعوثين على ليبيا وثامنهم الآن ربما يتم اختيار ألماني أو تونسي من أجل أن لا يكون هناك استقرار أكثر. ودعني أقول بأن ليبيا لا تحتاج من المجتمع الدولي إلا أن يترك الليبيون وشأنهم أو يساعدوهم على إزالة الطغيان والإجراءات التي هي استثنائية كما هو الحال في الأمريكاني حفتر وأيضا في عقيد الصالح الذي انتهت مدته. كل ذلك مدعاة إلى القول ضرورة أن يكون هناك وضوح أيضا بضرورة التوجه إلى وجود دستور. ليبيا تسعى إلى وجود قواعد دستورية تنظم ما يتعلق بالعملية السياسية حتى لا يكتب وجود انتخابات دون قواعد، لأن وجود انتخابات دون قواعد هو مدعاة إلى القول بملاذ أجسام ربما تمدد لنفسها ثانية وثالثة كما حصل في الأجسام الأولى من زاوية، ومدعاة إلى لعبة سياسية دون قواعد وهو أمر خطير وخطير جدا. طيب دكتور محمود، أختم معك بهذه النقطة التي تثار بشكل دائم عندما يطرح التعقيد في المشهد الليبي. العديد من الليبيين وحتى من الشخصيات الليبية ذات قيمة اعتبارية أو بعض الفصائل السياسية تتحدث بأنه لا يمكن الذهاب إلى حل سياسي إلا عند الحسم العسكري، وما دام لم يتوفر هذا الحسم العسكري وهناك أطراف دولية تسعى إلى استدامة الأزمة، دورها ليس في إيجاد الحل، في استدامة الأزمة وإدارة الأزمة، لا يمكن الحديث عن سياسة. الحسم العسكري هو الحل. تقديرك هل هذا هو الاتجاه الذي ممكن يطغى ويوفر مناخات من أجل الحسم في ليبيا؟ نعم، ربما يتماهى إلى البعض بالقول بأن لو حسمت الأمور عسكريا لانتماهت أو اتجهت سياسيا إلى عملية أخرى، لكن الواقع أن المسيطرون الموجودون اللاعبون الدوليون هم موجودون على الأرض، لم ولن يسمحوا للليبيين بأن يكون هناك حسم. ولذلك عندما هزم حفتر وقفت أيضا قوات أخرى من أجل نصرته وأن يكون هناك حدود حمراء وبيضاء وصفراء من أجل أن لا يقوم الليبيون بإنهاء الطغيان. هناك إشكاليات كثر حتى في الذين، لأنه سياسة خلق عدو أو طرف ثاني هي جزء من سياسة المجتمع الدولي حتى لا ينهي المجتمع الليبي الأزمة في من جذورها. إما هو الحل أيضا المجتمع الدولي الذي حقيقة كثيرا ما نمق بياناته لكن لم ينمق أفعاله. حدب وصوب وعصابات الفاغنر والآن التغيرات الدولية ما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا والتي كشفت العورات المستورة وأوضحت بما لا يدعو مجال المشك أن هذا تمثل خطرا على أوروبا في جنوبها وتمثل أيضا خطرا على الليبيين وعلى أفريقيا وعلى الأمن والاستقرار. فهل يستطيع الليبيون وهل يستطيع العالم أن يساعدهم في إخراج عصابات الفاغنر وهل يستطيعون أيضا المضي في إخراج أيضا الذين جاءوا بهم كما هو الحال في حفتر وهل يستطيعون المضي قدما من أجل العمل أيضا على إزاحة الطغيان السابق المتمثل في ابن القذافي حتى لا يعود الماضي في ثوب الحاضر بدون مستقبل. نحن نتكلم على أن ليبيا شرع لها بعد ثورة وكفاح من أجل التحرير ومن أجل الديمقراطية ومن أجل وجود دستور. هل يستطيع المجتمع الدولي أن يساعد الليبيين في ميلاد واعتماد دستور؟ كل ذلك أختلك أسئلة مشروعة يطرحها الجميع من العقال، ولكن أعتقد بأن الإجابات صعبة مع أن الأيام قبل لا ندري ما تحدث. طيب أنا قلت أنا سأختم معك، ولكن أنت الآن أثرت موضوع مهم جدا وأريد فقط أن أخذ رأيك فيه، هي مسألة المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، فاغنر ومقاتلين من دارفور من تشاد، بعض المقاتلين المسلحين من بعض الفصائل التوارك في من مالي، يعني ليبيا أصبحت مسرحا للجميع. هل يمكن أيضا الذهاب إلى حل سياسي دون إيجاد حل لهذه الإشكال التي حتى إلى حد الآن الأمم المتحدة رغم كل قراراتها لم تستطع أن تأخذ فيه خطوات جدية؟ في سلم الأولويات من الذي يتبع من؟ هل الحل السياسي ثم يأتي الحل الأمني أو ما يتعلق بتصفية القواعد الأجنبية والاحتلال الأجنبي الروسي أو الجنجويدي؟ أعتقد بأن ذلك مدعاة إلى القول بعمق. من الواجب أن يسير في خطين متوازيين ويجب أن ينتهي الوجود الأجنبي على ليبيا المتمثل في عصابات الفاغنر وعصابات الجنجويد والذين أتوا بهم أقصد حفتر وعصابته.
ومن زاوية ثانية أيضا لزاما التوجه إلى برنامج حل سياسي، لأن الساسة هم الذين يحيكون في السياسة، وهم الذين أحيانا يفتعلون الأمور من أجل الوصول إلى حرب. هناك إشكاليات عميقة تتمثل في هذا وذاك، وهناك دول تحافظ على مصالحها، هناك دول تبحث أين يكون هنا إشكال من أجل تنميته أو عدم ضمان عدم إنهائه بالمطلق، ولذلك تستمر الأوجاع وتستمر الإشكاليات. الفاغنر لم يتم سحب أيضا عصابات المرتزقة، مع أن هناك وعود في مؤتمر باريس الذي عقد، ووعدوا بأن يتم إخراج 300، لكن لم يخرجوا، لأن المجتمع الدولي حاول أن يكون حقيقة شبه مواريا لآرائه الفعلية، والواقع أن كل يدير مصلحته، وعلى الليبيين البحث عن مصالحهم، وعلى الجميع أن يساعد ليبيا لا أن يساعد الأفراد في الاستمرار. ليبيا تحتاج إلى التغيير، وتحتاج أن يكون التغيير مستقرا وثابتا وبقواعد ثابتة، ويجب أن يكون ذلك كذلك، ويجب أن لا ينظر إلى أن إمكانية بقاء أخطر أو بقاء عصابة عقيلة ربما تكون منتجة لأي شيء في ليبيا غير الألم والدموع وعدم الاستقرار. أشكرك دكتور محمود الرملي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الليبية طرابلس. شكرا لك دكتور محمود.